النهارده ان شاء الله هينورني ويشرفني كابتن الكبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه كده يعني عامل ايه الاخبار؟ اول حاجه اهلا بيكي واهلا بكل جمهور الاهلي، ورمضان كريم عليهم وكل سنه طيبين، وبشكرك جدا على المقدمه الحلوه دي والكلام الكويس ده، يعني شكرا قوي. طبعا يا عمرو احنا حلقه خاصه في رمضان، طبعا في البدايه بقول لك كل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك وعلى كل الاسره الكريمه. خلينا نبتدي معاك في البدايه ببدايتك وبدايه مشوارك في لعبه كره السله. يعني طبعا احنا عارفين انت بدات من الجزيره للنادي الاهلي، عايزك كده يا عمرو تحكي لي بدايه حكايتك يعني مع لعبه كره السله، بدات امتى ومين اللي شجعك على اللعبه دي؟ انا اتولدت بابايا كان بيلعب باسكت، ودي حاجه سهلت كتير قوي ان انا من وانا طفل صغير على طول موجود في الملاعب، على طول في كور في البيت، على طول في كده. فانا حتى ليه صور ليه وانا معايا عندي 3 سنين و4 سنين في تمرين الفريق الاول بتاع نادي الجزيره. فانا بدات على طول مدرسه الباسكت في نادي الجزيره من وانا عندي 4 سنين، فابتديت مع في كل بقى المراحل السنيه بتاعه الناشئين مع نادي الجزيره، وابتديت مع منتخبات الشباب لحد ما اتنقلت بقى لنادي الاهلي وعندي 29 سنه، بقى لي سنتين في نادي الاهلي، جيت هنا النادي الاهلي بعد ما لعبت سنين في الجزيره. والحمد لله يعني مع السنتين بتوع النادي الاهلي قدرنا نكسب 4 أو 5 بطولات، والحمد لله يعني ان شاء الله نكمل. يعني عمر انا عارف انت اهلاوي صميمي.